بالنسبه للمشكل اللي عندنا مع اولمبيك اسفي هو مشكل كيتجلى فانا المكتب المسير لاولمبيك اسفي رفع واحد الدعوه قضائيه ضد جمعيه العشاق وضد الزميل الصحفي بلقتيب. هذه كانت سابقه في تاريخ اولمبيك اسفي بحكم اننا الدعوه ديال الشكايه اللي وقعوا اللي رفعوا ضدنا. حنا كنا قمنا بواحد الشكايه حول الاختلالات الماليه بما فيها واحد 21 مليون ديال زوارق ورفعناها للقضاء والقضاء مازال باقي متبع هذه الشكايه. ربما كانت هذه رده فعل على علاش حنا قمنا بالشكايه الوكيل الملك من اجل التحقيق في ماليه الفريق. الاخوان ديال المكتب مسيرو قاموا بدعوه ضد الجمعيه وضد الصحفي من اجل تكميم الافواه. حنا تنقولوا لهاد الناس باننا حنا ما غيرهبوناش بهذه الشكايه اللي قدموا ضدنا. حنا مواصلين النضال ديالنا ضد الفساد والمفسدين داخل الفريق. هناك اختلالات كثيره داخل الفريق وعبروا عليها المنخرطين مؤخرا في رفض التقرير المالي ديال الفريق. هذه دلاله اخرى ثاني تدل على انه هناك كاين فساد مالي في الفريق. وبحكم ان الفريق عنده جمهور كبير وعيب وعار حشومه هذه المهزله اللي كتوقع داخل اولمبيك اسفي، تنتمناو ان المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه المطالب ديال الجمهور والتحقيق في ماليه الفريق والرفع من مستوى ديال الاداء ديال الفريق اولمبيك اسفي.